إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للحادي عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 64 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع كعب بن مالك رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، الذي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذراً بصدق. توقفنا مع كلام كعب في الأسبوع الماضي وهو يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، مرارة ابن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. وبينت في المحاضرة الماضية حكم الهجر، وقلت: الهجر نوعان، هجر للدين وهو مشروع وصاحبه مأجور، بشرط أن يكون صادق النية طاهر السريرة والطوية، وهذا هو الهجر للدين، وهجر للدنيا وهو المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا هو الهجر المحرم، فلا تعارض بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا، وبين قوله بأبي وأمي وروحي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالأول هو الهجر للدين، والثاني المنهي عنه هو الهجر من أجل الدنيا. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فأما صاحباي، يعني يقصد هلالا ومرارة، فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. انظروا إلى خوف الصحابة
رضي الله عنهم جميعا، وقعد في بيوتهما يبكيان. إنه الخوف، إنه الخوف من الله عز وجل، والخوف من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، والخوف على ما فات، والتحسر على ما فات من أجر الغزو في سبيل رب الأرض والسماوات. وقعد في بيوتهما يبكيان. وأما أنا، يقول كعب، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. كنت أشب القوم، يعني كان أصغر الثلاثة سناً، فكنت أشب القوم، كان شباباً، كان في مرحلة الشباب والفتوة، فكنت أشب القوم وأجلدهم، أي وأصبرهم وأقواهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. أرجو أن أقف هنا وقفة لأبين أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف دليل على صدق هؤلاء وعلى كذب المنافقين الذين اعتذروا له بالكذب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة فقط من بين من تخلف وكانوا عدداً كبيراً كما ذكرت قبل ذلك، نهي النبي عن كلام هؤلاء الثلاثة دليل واضح على صدق هؤلاء، نعم دليل على صدق هؤلاء من بين سائر من تخلف، ودليل على كذب الباقين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الثلاثة أما هؤلاء فقد صدقوا، فهذا دل على أن الآخرين قد كذبوا، اعتذروا له فقبل عليه الصلاة والسلام ظاهر اعتذارهم ووكل سرائرهم إلى ربهم جل وعلا، لكنه شهد للثلاثة الذين صدقوه مع أنهم قالوا بأنهم ما كان لديهم عذر، قال أما هؤلاء فقد صدقوا، فهذه شهادة لهم بالصدق. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد من المسلمين والمؤمنين في المجتمع الإسلامي أن يهجروا هؤلاء لتأديبهم على الذنب، لتأديبهم على الذنب الذي وقعوا فيه. أما المنافقون فجرمهم وذنبهم أعظم من أن يقابل بالهجر من المجتمع المسلم. خلي بالكم يا شباب، المذنب المؤمن حين يقع في الذنب ويقع في المعصية يؤدب بالهجر، بالتأنيب، بالعتاب، لأن هذا إن أنب وعوتب وهجر سيؤثر فيه هذا الصنيع وسيذهب الغبار، لأنه قطعة ذهب غالية ربما يتراكم عليها بعض الأتربة، لكنها ذهب تحتاج فقط إلى قطعة ملساء لتمسح قطعة الذهب ليظهر صفاؤها وإشراقها ولمعانها. هذا الغبار على سطحها لا يحول معدنها الذهبي إلى فضة مثلا أو إلى نحاس. كذلك المؤمن إن علاه غبار الذنب وعلاه غبار المعصية، إن عوتب وذكر فتذكر فتاب وثاب وآب وأناب، عاد الإيمان إلى إشراقه في قلب العبد مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب المؤمن صقل نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا أذنب العبد المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، صقل قلبه كما تصقل المرآة
وتمسح صقل قلبه، فإن عاد عادت، أي عادت نكتة السواد، فذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. فالمؤمن قطعة ذهب أصلية، وهذا التشبيه ليس من عندي أنا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالناس معادن، هناك معدن ذهبي أصيل، وهناك معدن من فضة، وهناك معدن من نحاس أو من حديد يقبل الصدأ وربما لا يزول الصدأ عنه إلا بعناء شديد. أما الذهب لا يحتاج إلا إلى شيء يسير لتمسح هذا المعدن الأصيل ليتلألأ وليشرق وليظهر صفاؤه ولمعانه من جديد. فحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم بهجر هؤلاء فهذا من باب التأديب على الذنب. أما المنافق جرمه وذنبه لا يمكن أبداً أن يقابل بالهجر، لأنه أعظم من أن يقابل بالهجر. فدواء هذا المرض، دواء هذا المرض أقصد مرض النفاق، لا يعمل فيه دواء الهجر. خلي بالكم يا شباب، مرض النفاق لا يعمل فيه أو لا يؤثر فيه دواء الهجر، بل ربما لو هجرت المنافق ازداد فجوراً، لو هجرت المنافق ازداد فجوراً. أما المؤمن الله جل وعلا يؤدب عبده المؤمن، يؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده سبحانه وتعالى، يؤدبه ربه جل وعلا بأدنى زلة أو هفوة يقع فيها، لأنه كريم على الله. فلا تتصور أن تأديب الله لك وتهذيب الله لك وتزكية الله لك إن وقعت في زلة أو في ذنب وأدبك وعاقبك في التو واللحظة وعلى الفور، اعلم بأنه يحبك، فتأديبه لك لحبه لك، فأنت كريم عليه وهو يبتليك ليمحصك وليطهرك. قد ينظر شاب من شبابنا أو أحدنا إلى امرأة نظرة محرمة، فإذا ما خطى خطوات تعثر في الطريق فجرح أصبعه، أو إذا ما ركب في السيارة ارتطمت رأسه بباب السيارة، إلى غير ذلك. احمد الله واعلم بأن الله يحبك لأنه يطهرك. فقد يؤدب الله عز وجل عبده وهو كريم عليه لأنه يحبه، فيؤدبه ويهذبه ويطهره ويزكيه بأي صورة من صور الابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وهذا موضوعنا غدا بإذن الله تعالى في مدينة نبروه التي أحبها من قلبي إن شاء الله تعالى، في يعني موضوعنا غدا حقيقة في خطبة الجمعة أنا أراه من أخطر الموضوعات التي تكلمت فيها أنا شخصياً طوال حياتي الدعوية، وهو بعنوان الرضا جنة الدنيا. أسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن دخلوا جنة الدنيا وجنة البرزخ وجنة الآخرة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الرضا. قال صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله جل وعلا يؤدب عبده المؤمن بالابتلاء وهو كريم عليه وهو يحبه. خلي بالك من اللي جاي دي، وأما من هان على الله تبارك وتعالى فإن الله يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث العبد ذنباً أحدث الله له نعمة.
كلام خطير، كلام خطير. قل لك لا أصلا لو مانش كريم على الله ما كانش اداني ولا أعطاني. لا خلي بالك، كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري أن الله ساخط عليه، وكم من مستدرج بثناء الناس عليه وهو لا يدري أن الله ساخط عليه، وكم من مفتون بتوالي الدنيا عليه تترى وهو لا يدري أن الله ساخط عليه. لقد أعطى الله قارونا ما لم يعط أحدا من الخلق باستثناء نبي الله سليمان، لأكون دقيقا في كل لفظة، لأن الله ما وهب ملكا مثل ما وهب لسليمان، ومع ذلك كانت النهاية والنتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ما نفعه هذا الغنى، وما كان هذا العطاء دليل رضا الله عليه، ما كان هذا العطاء دليل رضا الله على قارون أبدا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، فقدر يعني فضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس كما تفهمون، وليس كما تقولون، وليس كما تعنون. ليس كل من وسع الله عليه يكون قد أكرمه، وليس كل من ضيق الله عليه يكون قد أهانه وغضب عليه. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إلى آخر الآيات. في هذه الساعات يتعرف الإنسان على حقيقة ما فات. فمن هان على الله، إن العبد إذا هان على الله خل الله عز وجل بينه وبين ذنوبه ومعاصيه، فكلما أحدث العبد ذنبا أحدث الله له نعمة. كل ما يذنب يستر، كل ما يذنب يستر، كل ما يذنب يستر، وتأتي النعم. يقول لك لا ده أكيد الصدقة العشر جنيه اللي أنا طلعتها دي هي، لا لا ربنا أكرم من أن ينظر، وهكذا. لكن قف على هذه الحقيقة، يخل الله بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته على الله، ولا يعلم أن ذلك من الإهانة، بل عين الإهانة، وأنه جل وعلا يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عافية معها، كما قال صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والذين كفروا، خلي بالكم يا شباب أن الناس مفتونة الآن، الناس مفتونة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تبقى دي حياة؟ بالله عليك يا أخي، يا فكر لحظة واحدة بعقل، دي تبقى حياة؟ ما قيمة هذه الحياة؟ ما قيمة حياة يتنعم صاحبها ويحمل اللحم من أجل أن يكون طعمة لنار جهنم ووقودا لها؟ ما قيمة هذه الحياة؟ يا أخي أقسم بالله لو قلت لك هذا مال
بالملايين. وهذه امرأة حسناء من أجمل ما خلق الله، هيا خذ هذا المال واستمتع بهذه المرأة الحسناء وهذه المائدة من الطعام أمام عينيك بين يديك، عليها ما تشتهيه نفسك، كل ما شئت. وبعد أسبوع سأضعك في نار متأججة، أسألك بالله، هتأكل؟ هتنظر إلى المرأة؟ إلا إذا كان إنسان جيفة بقى ملش والعياذ بالله أي عق، ما فيه في هذا الصنف اللي أسوأ من الحيوان، ده صنف موجود وما فيش كلام برضو بدون دليل. والله جل وعلا قل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، الأضل من البهيمة، هتعمل له إيه؟ خلاص لا أتكلم عن هذا الصنف الشاذ المخالف للفطر السوية، وإنما أتكلم عن إنسان عاقل عنده مال الأرض وعنده حسناوات الأرض وعنده طعام الأرض. وبعد ذلك أقول له بعد أسبوع بعد شهر بالضبط هنولع نار على مستوى نار الدنيا، وخلي بالك ده جزء من 69 جزءاً من نار جهنم، فضلت نار جهنم على نار الدنيا ب69 جزءاً كلها مثل حرها على مستوى نار الدنيا. هنعمل نار سنحرق ناراً مشتعلة وسنلقي هذا فيها، والله الذي لا إله غيره لو كان عنده ذرة عقل ما أكل وما شرب وما استمتع، وإنما تنكدت وتعكرت حياته إلى هذه اللحظة. فتصور بقى أن الذي يخبر بذلك هو الملك الحق، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، لا يشعرون أنهم طعام للنار، لا يشعرون أن العزيز الغفار ساخط عليهم لكفرهم وإعراضهم عنه، لا يشعرون إلى آخر هذه الآيات. فخلي بالكم من هذا الدرس، وهذا من نفيس كلام شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي أؤكد أنه قل أن تجد أو أن تقف على هذا الأصل لغيره، لأنه العالم الذي عاش ما كتب رحمه الله رحمة واسعة. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. يا الله خلي بالك من دي، أقول لك هو ممكن أي نظرة تتلطش لطش، تروح البيت تلاقي زوجتك منكدة عليك، تروح تلاقي الولد والعياذ بالله، وبسبب ذنوبنا، والله العظيم بسبب ذنوبنا، أقسم بالله ما نعانيه بسبب ذنوبنا، ذلك جزيناهم ببغيهم كما ذكرت في الحلقة الأخيرة، ذلك جزيناهم ببغيهم بذنوبنا. إحنا نستاهل عمر بن عبد العزيز لو رب الكعبة، كل عمل يلقي على غيره، طب انت ايه وانا ايه؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لن يبدل الله هذا الفقر إلى غنى إلا إذا عدنا إليه وتبنا إليه سبحانه وتعالى. بلاش نلقي على الغير دائما ونقصر ونغض الطرف نحن عن أخطائنا وتقصيرنا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما فيش أوضح من هذا، وربي ويعفو عن كثير جل جلاله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن ما فيش فايدة يا أخي، في قسوة في القلوب وفي كبر وعناد وإعراض وفيه معالجة للخطأ بأخطاء، معالجة لخطأ وقع فيه جل أفراد الأمة بأخطاء جديدة، بإضرابات فاسدة مفسدة مخربة تخرب البيوت والمصانع والمزارع والسيارات وتقتل الخلق، وهذا ليس من دين الله في شيء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ارجعوا بقى إلى الله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينزل بلاء على وجه الأرض إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. من جميل ما قرأت، أنا أسوق هذا استئناسا لا استشهادا، فما أكثر الأدلة التي استشهدت بها وسأستشهد بها، لكن أسوق هذا من باب الاستئناس. خرج نبي الله سليمان ليصلي مع قومه صلاة الاستسقاء، فمر على واد النمل، وأنتم تعلمون أن الله فك لسليمان رموز لغة النمل، فكان يعلم ما يقول النمل ويسمعه، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، هو هي دي الغاية، أن أعمل صالحا ترضاه، لا يبغي الأنبياء إلا رضا الله كما سيبين غدا إن شاء الله، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. برحمتك؟ مش بعملي، لا برحمتك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فلما مر نبي الله سليمان على وادي النمل سمع نملة تناجي ربها عز وجل وتقول اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. سبحان الله، الكلام ده يعني له شواهد كثيرة جدا، له شواهد، ما هو شاهد من الشواهد التي أذكرها الآن، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند من حديث أنس بسند حسن بشواهده أيضا، والحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك ابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. فالنملة بتقول اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. وإذ بسليمان عليه السلام يرى الغيوم تتحرك وينزل المطر بأمر الله جل وعلا وبإذنه، فيلتفت سليمان إلى بني إسرائيل ممن خرجوا معه ويقول يا بني إسرائيل ارجعوا فتوبوا إلى الله عز وجل فإن الله قد أتى بفرجه لكم استجابة منه لدعاء نملة. فنرجع نتوب، نتوب والله الرزق حيوسع، وأنا أقسم بالله والله العظيم لو يا عم أنا مش درويش والله أهرف بما لا أعرف، والله بأقسم لك بالله لو تبت إلى الله واتقيت الله لرزقك. يا عم الشيخ محمد أنا رجل موظف بقبض 300 جنيه هيرزقني منين؟ ما هو ده عدم اليقين، ده عدم التقوى، ما هو ده عدم اليقين. ما أنت لو حققت التقوى وعلمت قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب لعلمت يقينا أنك إن اتقيت سترزق من حيث لا تحتسب.
في أمور كثيرة جدا جدا لا تخطر لي ولا لك على بال. ما هو السنة لو أعرف المخرج على طول هروح إليه من غير ملجأ إليه جل جلاله. لو نعرف المخرج اللي حأرزق منه لذهبت إليه من حيث لا أسأل ربي. لكن أنت لا تعرفه ولا تحتسبه، من حيث لا تحتسب، بس حقق الشرط، حقق الشرط، والله العظيم حترزق. وأنا أقسم ولا حرج أن أقسم، فلقد أقسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل وأمره الله في أكثر من 80 موضعا في القرآن أن يقسم. أقسم النبي كما ثبت في أكثر من 80 موضعا من مواضع القرآن، فالرسول أقسم وهو الصادق. فأنا أقسم لك بالله لو اتقيت لرزقت من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم من حيث لا ندري ومن حيث لا نحتسب، وأن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيرد يوم القيامة بذنوبه. يا ريت نستوعب الحديث ده، فيرد يوم القيامة بذنوبه. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيرد يوم القيامة بذنوبه، يعني ليحاسبه الله تبارك وتعالى عليها كاملة. أما إن طهره الله عز وجل منها في الدنيا فلن يحاسبه عليها يوم القيامة. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أيضا لا أريد أن يعني أقرأ كلمات الحديث وأهرب، فقد ذكرت أنني لا أحكي قصة، وإنما أنا أتربى مع حضراتكم بسيرة أعظم مرب عرفته الدنيا صلى الله عليه وسلم. فأنا ألمح أيضا درسا آخر في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة، ألمح في ذلك دليلا على جواز هجر الإمام أو العالم أو المطاع لمن ارتكب ذنبا أو معصية من باب التأديب، بشرط ألا يزيد في الهجر وألا يقلل فيه، وإنما يهجر بالقدر الذي يهذب لا بالقدر الذي ينفر. خلي بالكم من الدرس ده، ولدك أخطأ وأذنب، ولا يجوز لك أبدا أن تجامل ولدك على حساب دينك، بل والله الذي لا إله غيره لو ذاق القلب طعم الإيمان لقدمت ربك ودينك ونبيك على أولادك جميعا جميعا، ووالله لن تجد عناء في ذلك. وأنا أقسم بالله أيضا لن تجد عناء في ذلك أن تقدم ربك ونبيك ودينك على كل أولادك، ملهمش أي قيمة. إن كانوا حيفتنوني في ديني ملهمش أي قيمة، أضحي بهم، مش قسوة، لا، ده دين، ده عقيدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هو ده المؤمن الذي يحقق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين ومن المحادين لرب العالمين. فقد تهجر الولد لذنب ارتكبه أو لمعصية فعلها، فاهجر الهجر المنضبط، الهجر الذي يهذب ويؤدب ويربي،
للهجر الذي ينفر ويجعل الولد فاجرا. بمعنى أن تكون العقوبة على الأقل قريبة أو مساوية لحجم الذنب أو الجرم. ذكرت قبل ذلك مثالا لأحد إخواننا يقسم لي بالله أنه اشترى صالونا جديدا، ذكرت لكم ذلك. يقول وفي نفس اليوم الأول اللي وضعت فيه الصالون في البيت وأنا فرحان به جدا، ما صدقت يعني، وذهبت إلى الشغل ورجعت عنده طفل صغير 3 سنين 4 سنين، طفل صغير، بقول وجدت الطفل مسك القلم ومخلي الصالون ده يعني حديقة غناء، رسم ولعب ولون، والأم طبعا ما انتبهتش، والولد يعني اتبسط خالص مع الصالون، شكله حلو وقعد. هذه الطفولة يعني. رجع الرجل من الشغل مسكين طار عقله، أول ما نظر للصالون فقد عقله بالفعل، فقد عقله، طار صوابه تماما. فأمسك الولد المسكين وضربه ضربا مبرحا شديدا إلى حد الموت. فجاءت الأم المسكينة تتجر، فضربها ضربا شديدا وآذاها إيذاء بالغا، بل وحلف عليها بالطلاق إن حالت بينه وبين الولد. فدخلت المسكينة في حجرتها تبكي، وظل يضرب في الولد ضربا شديدا حتى سكتت أنفاسه، ولم يتركه وإنما قيده من يديه وربطه بحجم القسوة أو بحجم الغضب الذي يملأ قلبه، ربط يديه ربطا شديدا جدا، ثم ربط اليدين في رجله كنبة الصالون، وترك الولد ودخل إلى غرفته وهو ثائر ثورة عارمة. يقول بعد فترة لم أسمع صوتا للولد، فخرجت. بعد ما خرجت أمه وصرخت صراخا مفزعا، لأن الولد تكاد أنفاسه تقريبا أن تتوقف أو شبه توقفت، وتحولت كفاه إلى اللون الأزرق الداكن المائل إلى السواد الكلي. قال فحملت الولد سريعا وأنا أبكي إلى أقرب مستشفى، وهنالك كانت الفاجعة حين قرر الأطباء بتر الكفين وبتر الكفان. أنا أرجو أن تتصور حجم الحسرة، بل أنا أقسم بالله لقد كان هذا الرجل مع أنه يمشي بين الناس كان ميتا، مات، مع أنه يمشي ويتحرك ويتكلم لكنه ميت. أرجو أن تتصور أنت حجم الحسرة التي تملأ قلب هذا الوالد كلما نظر إلى ولده بغير كفين. دول يساوي الصالون الوقت، يقول 100 صالون 1000 صالون، بس خلاص خلاص. فأهجر وعاقب وأدب، بس بقدر الخطأ، حجم الخطأ، بحجم الخطأ. فهجر الإمام أو العالم أو المطاع أو الوالد أو المربي مشروع، بشرط أن يكون الهجر للتأديب وعلى قدر الخطأ، ليكون للتهذيب لا للتنفير أو للفجور، فقد يفجر المذنب ويبتعد ويشرد. أما قول كعب بن مالك رضي الله عنه حتى تنكرت لي الأرض، تصور بقى من النبي نفسه اللي يهجر، يا خبر، معرفش انت عارفين معنى دي، عايشينها، مص الكلام مش هينقل. انت عايش معنى ان النبي يهجر فلانا من الصحابة؟ والله العظيم يموت، اقسم بالله يموت، مش ممكن ابدا. اما ابقى عارف ان النبي هجرني، ياه
مش هيرد علي السلام ولا هيكلمني، دي تبقى حياة؟ دي تبقى حياة؟ تصور لما تعرف أن شيخك الذي يعلمك هجرك. إيه الشيخ يعني؟ مثلاً أنا مسمار في نعل النبي؟ ممكن لو طالب من طلابنا اللي بيحبوني عرف أن أنا هجره فعلاً والله العظيم ممكن يمرض، وقد حدث. هو طالب محب وصادق في الحب والله يمرض. تصور لما أياً كان قدر العالم ده مسمار في نعل رسول الله، حبة رمل وطئتها نعل رسول الله ولا شيء. صار بقى لما النبي نفسه اللي يهجر، لا ومش كده وبس، ويأمر الصحابة المؤمنين الصادقين أن يهجروا، يا خبر أبيض، والصحابة طاعة كاملة، هجر هجر، مفيش بقى من وراء العمود نتكلم ولا مع بعض ما حدش شايف، لا، لأنه رباهم على مراقبة من لا يغفل ولا ينام. مفيش قانون وضع أعور، إن شاف بعين مش هيشوف بالتانية، لا ده فيه تربية على مراقبة الملك. ما تتكلمش ما تتكلمش، يعرف إنه لو تكلم يبقى عصى الله ورسوله. خلاص أنتوا شايفين الكلام؟ أنا فاكر زمان وأنا في الجيش، ما أنا رحت الجيش برضو، سبحان الله، كنت بقول كلمة في الطابور الصبح، شايفين الرتبة يعني من البداية، الحمد لله ربنا كرمنا بالدعوة حتى في الجيش. ولذلك أنا أقول الله لا يضيع أهل القرآن أبدا، ولا يضيع أهل الدعوة ولا أهل العلم أبدا، الله يجعلنا لكم من أهل القرآن ومن أهل الدين. فكنت ألقي الكلمة في الطابور الصباح، فأنا واقف على المنصة مراقب بقى، متابع الطابور كله. فسبحان الله يا أخوانا، كنت بقول كده لزملائي وإخواني معايا في الجيش، يأتي الأول ضابط برتبة ملازم أول استلم الطابور، وبعد كده يأتي ضابط أعلى منه برتبة نقيب مثلا أو رائد، وبعد ذلك يأتي ضابط أعلى برتبة مقدم، بلاش مقدم دي لأن المقدم بالكسر هو الله، افتح الدال، مقدم، المقدم فلان، إنما المقدم هو ربنا جل جلاله. فيأتي بعد ذلك المقدم الفلاني يستلم الطابور، ثم بعد ذلك يأتي العقيد، وبعد ذلك يأتي العميد. وكان يعني رئيس اللواء كان عميدا، يا خبر أبيض لما تيجي عربية العميد صحيح وتيجي يعني فعلا تسمع صمتا وترى التزاما في أعلى درجات الالتزام، هذا شيء جميل لا أقلل من قدره، لكن كنت ألحظ هذا الملحظ، بمجرد ما يستلم العميد الطابور ويدي التعليمات اللي عاوز يديها وبعد كده يركب الصاروخ وينصرف، انظر إلى حجم الحركة اللي بتحدث في كل الطابور، حركة وانت فوق على المنصة تلمح الحركة، إنما أثناء ما العميد موجود اللي هو أعلى رتبة صمت ومفيش حركة ولا نفس ولا حد بيرمش ولا بيلتفت، بمجرد مش تبدأ فيه الحركة وابدأ فيه. فقلت سبحان الله، شوف بقى المشهد ده، الإمام واقف دلوقتي، خلينا نشوف الشيخ السديس مثلا أو الشريف الله يحفظهم من كل سوء، واقف في الحرم وشوف وراه كم مليون، وهو واقف هناك عند الكعبة والصحن والمسجد وبرة ملايين، وقول بس استقيموا استووا اعتدلوا، ويديهم ظهره. هل إذا أعطاهم ظهره تخلف أحد أو حدث هرج أو مرج؟ أبدا. هذا هو الفرق بين التربية على مراقبة الله والتربية على مراقبة قانون بشري. دي التربية اللي رباها النبي للصحابة. خلاص، أصل هو إذا الإمام أعطاه ظهره مش هيجري بقى ولا يعمل حركة ولا خلاص، لأنه هو لا يراقب الإمام، وإنما يراقب الحي الذي لا يغفل ولا ينام. دا
ده فرق كبير، عشان احنا عاوزين نتربى على كده، وعاوزين نربي بيوتنا ونسائنا واولادنا وبناتنا على مراقبه الله سبحانه وتعالى. اما الولد يتربى على انه يراقب الله، والبنت بتتربى على انها تراقب الله، خلاص اصل انا مش معاها في كل لحظه كاب، والام مش هتتبعها في كل مكان كام، انما هي تتربى على ان الله جل وعلا يسمعه ويراها في اي ارض كانت وتحت اي سماء كانت. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا بعلمه وسمعه وبصره وإرادته وقدرته وإحاطته. ولا تقل بذاته لا تحيز ولا تجسم ولا تشبه، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهجران أو هجران، وده الأصح، هجران الإمام أو العالم لمسلم جائز بشرط أن يكون هذا الهجر بمقدار، بميزان، أيا كان، بميزان في الوقت وفي الشدة، لابد أن تكون موزونة. فإذا هجره يوما واحدا ورأى أن هجره لهذا اليوم سيأتي بالنتيجة المرجوة فلا ينبغي له أن يزيد، وإن احتاج إلى الزيادة زاد بقدر معلوم، لأن الأصل هو التزكية والتهذيب والتصفية والتربية، لا أن ننفر هذا الذي وقع في الذنب، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أنا عاوز أقف مع كلمة كعب، مش قادر أعديها الحقيقة أبدا. بيقول إيه؟ بيقول حتى تنكرت لي الأرض، حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ الأرض نفسها هجرته. أنت عشت المعنى ده؟ بالله عليك عشته قبل كده؟ الأرض هجرته. طب شوف العبارة دي، بيقول عبارة خطيرة جدا، بيقول حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. الأرض هجرته، تنكرت له الأرض، حتى الأرض تشارك في طاعة الله ورسوله. أنت بتستكثر علي أن أنا أقول لك كده؟ هو في شيء في الكون يغفل عن التسبيح؟ إلا من كفر من الإنس والجن. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الأرض بتتنكر، التوب بتاعك يتنكر لك إن كنت عاصيا مذنبا، بيتك يتنكر لك إن كنت عاصيا مذنبا، امرأتك تتنكر لك إن كنت عاصيا مذنبا، ولدك يتنكر لك إن كنت عاصيا مذنبا، سيارتك التي تركب، دابتك التي تركب، سيتنكر لك كل شيء. فالأرض التي تعيش عليها إن كنت طائعا لا يمكن أن تكون بنفس هي الأرض التي ستعيش عليها إن كنت مذنبا عاصيا، ستتنكر لك نفسك بين جنبيك، وأرضك التي تعيش عليها ستشعر، اسمع اللي هقولها دي، بوحشة، بوحشة. أنا أسألكم بالله، لأننا جميعا وبلا استثناء قد وقعنا فيما أقول الآن، وأنا أولكم، فما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. أنا أقول أسألكم بالله، ما حال نفسك وقلبك في طريق عودتك بعد انتهائك من الذنب والمعصية؟ تشعر بسعادة، بانشراح في الصدر، بلذة في القلب، برضا عن النفس، بطمأنينة في الضمير، براحة في البال؟ أتحداك أن تقول لي ذلك. سأتهمك بالكذب، لأن هذا مخالف لسنن الله في الكون.
ستشعر بوحشة. قبل المعصية ماشي، الشيطان يزين لك يا بس البت ام عيون زرقاء دي وخلاص، خلاص أبقى أنا ملكت الدنيا. بس أرنب واحد بقى، في أكتر من أرانب دلوقتي، في ديوك وفي فيلة. اللهم ارزقنا إياكم الحلال الطيب. قبل المعصية، طب وبعد المعصية؟ بعد ما يرتكب الزنا، بعد ما يشوف الفيلم الفاضح، ممكن يشوفه تاني، ممكن يضعف بعد ساعة ويدور عليه تاني، لكن بعد ما ينتهي من الفيلم الأول مرة يحس بقرف، قرف، ضيق، وحشة، مكسوف من نفسه، مكسوف من أبيه ومن أمه ومن أخيه ومن أخته. ده إذا كان عنده ذرة حياء بقى هيبقى خجلان من الله عز وجل. ممكن بعد ساعة يضعف ويجيب الفيلم تاني، ده موضوع آخر. لكن الوحشة اللي بيصاب بها المذنب والعاصي، يا سلام. عاوز أقول لك إيه؟ عاوز أقول لك بأن هذا الشعور الذي تحسه أنت بعد ارتكابك للمعصية دليل حسي تمسكه بيدك على صدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. دي لطيفة مش هتلاقيها في أي حتة في الدنيا اللي أنا قلتها دي إلا عند ابن القيم بس. أنا بقول مش هتلاقيها في أي كتاب في الدنيا. خلي بالك من الكلام ده، دي درر وجواهر ولآلئ تكتب بماء العيون الخاشعة الباكية من خشية الله. الوحشة اللي أنت بتستشعرها في قلبك بعد الذنب دليل حسي تمسكه بيدك على صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.